الحمد لله، الله يجعل البركه. الوقت مشوره، العواشر الحمد لله، كل شيء محرك الحمد لله، كل شيء خدام على مزيان، القضيه زوينه الحمد لله بخير. نديروا الريكلام والمتساويه لداخل، عندنا البيجامات ديال 60 درهم، عندنا ديال 100 درهم، عندنا ديال 120 درهم، 150 درهم، على حسب اللي جا مرحبا به، يتقدم بثمن مناسب اي واحد، ثمن مزيان كنديروا ثمن الجمله، ما كنزيدوش على الناس، حنا كنتعاونوا مع الناس باش الناس يقضوا الغرض. الشكل ديال الناس الحمد لله مخلطه، الناس كاين الناس على قد الحال، كاين الناس على فهمتي، كل واحد الطاقه ديالو، كاين اللي غيدي ب 70 درهم، كاين اللي غيدي 150 درهم، كاين اللي غيدي 120 درهم، على حسب. بحال هادشي ديال الريكلام كيدي دابا في العواشر، ماشي ما كيديوش، كيجي الصول دابا ديال 60 درهم 70 درهم، الناس كدي دابا الكادوات العائله وداك الشيء، كيديو الناس السلعه الحمد لله. هادشي في زكان، في اي بلاصه، ماشي في زكان، اي بلاصه الحمد لله كيديو الناس رخي، بغوا الناس ثمن مزيان 70 درهم 80 درهم على حسب. لا ماشي زاد شويه، 5 دراهم 7 دراهم على حسب، على حسب المدير، 10 دراهم على حسب المدير، والحمد لله حنا ما هذاك الشيء ما كنزيدوش على حساب الكليان، حنا كنحاسب النقصو باش نقضوا الغرض، الناس كلشي يمشي على خاطره، كلشي يدي بثمن مزيان. الله بالنسبه للمواطن بيتقدى غايقول لك نقص ليا من حقه، الله يحسن العون. الا جاتو البياسه غاليه غايقول لك نقص ليا، وغنقص لي شويه، لكن ما تنقص غنقص، ما كاينش ما تنقص ما غنقصش لي، ما غاديش تضر راسك وما تضرش هو. عندي العصري كندير كندير السولد، كندير السولد هنايا ولداخل ديال المحل كندير فيها المتاوية. المهم هادشي ديال السولد انا ما كنشريش، بياسة بالنسبة للداخل اللي ما كنشوف ما كتباعش كنلوحها في السولد، واخا نكون خالصة ب 180 170 130 كنبيعها ب 70 درهم. وبالنسبة للداخل كنجيب السلعة ديال الاكسبور حاجة مزيانة، واخا هاد العام ناقص شوية، ما كاينش ديك البيو اشتري لي، المهم داكشي اللي مولفين الناس ما كاينش، والناس اللي حس الهوان مكملين، اللي حس الهوان كاين اللي عنده 4 دراري 5 دراري بيكسيهم كاملين، وما ما يقدرش مسكين يكسيهم بربعة. كندير لهم السولد بحال هكا كيتكسو فيها البوفريا، واللي عنده شويه راه غادي يتقدى لداخل اللي حس الهوان. ها هو راه السوق ثلاث راه ما بقاش كما كان، ما بقاش كما كان، وصافي اش نقول لك، هادشي اللي كاين ودا خويا. كيف الاعوام اللي فاتت؟ مي الحمد لله، ولكن القضيه المهم مسلكه وصافي. هادشي اللي شوميز قوامج تيشيرت على حسب كل واحد واش مشي يلبس، يعني الكليان الاذواق ديالو كتختلف، ماشي كلشي بحال بحال، تكون واحد شويه زياده هذيك 5 دراهم 10 دراهم، ولكن الثمن ديالنا حنا ديال البيع تيبقى هو هو. انايا حيت باينه يعني الكليان كاين بعدا اللي شاري بياسه العام اللي فات يقول لك راه خديتها بواحد، فهمت؟ ما يمكنش يزيدك. وبالنسبه للكساوي يعني السلعه كلشي تتزاد، كلشي تتزاد، اللي تتهضر معاه تيقول لك ترونسبورت، يقول لك هذا البيع، ملي تتبغي تبيع راه تتبيع بواحد الثمنه اللي هي طايحه، وملي تتبغي تقدا ضروري كتزيد واحد الشويه. بالنسبه للناس ديال الريكلام اش نقول لك، تتكون تيلعبوا على واحد القدر اللي هو بسيط، ولكن تيلعبوا على الكونتيتي، وحتى السلعه ما تتكونش يعني نفس لاكاليتي، فهمت؟ بالنسبه لدابا الريكلام اللي كتلقاه، كتلقاه غير في البيجامه مثلا، العصري كاين واحد الريكلام ديالو دايرين 70 درهم، كتكون 70 درهم، ولكن عاوتاني فهمتي 70 درهم داك الشيء على قد الحال، ماشي شي حاجه اللي الرواج البركه ما تتخطاش الحمد لله. على كل حال يعني بالنسبه للتجاره، التجاره البركه فيها البركه، التجاره كامله هي بركه اصلا، البركه ما تتخطاش، ولكن يعني بالنسبه للمقارنه بالاعوام اللي فاتت كاين واحد التذبذب كما تنقولوا، فهمتي؟ انسان بنادم واصله فيه العظم كما تنقولوها بالعربيه، يعني الناس مقهورين اللي ما كاينش. انا واحد الحاجه لاحظتها بعدا وسيرتو هذا العام هذا، ما كاينش اللي كتشري عندك شي بياسه وما كتشكاش عليك، فهمتي؟ يعني قسما بالله واحد الحاجه اللي يعني كان وصلنا لواحد المرحله، يعني كتبيع بحال كتبيع واحد البياسه بحال باغي غير تبدل، كتعاون مع ذاك الانسان اللي قدامك باش تجيب سلعه، لا ماشي هكاك، كيبقى فيك ذاك السيده ولا السيد اللي باغي تقدا لوليداتو، واش فهمتي ولا لا؟ يعني كتغمض عينك كتقول واحد تيخلص على واحد.